دكتور ناصر علي المدير التنفيذي للمجلس العربي للاخلاق والمواطنه. النهارده احنا في مؤتمر الهيئه القبطيه بيتناول الاقتصاد وايه المطلوب من المجتمع المدني والرساله اللي هيتم ارسالها ونشرها ليس في مصر بل في العالم كله، خاصه بعد مؤتمر شرم الشيخ والامال المعلقه عليه ونجاح المؤتمر حضوريا وما ترتب على ذلك من بعض التساؤلات، منها ليه البورصه هبطت؟ ده سؤال بنسأله، وأقدر ناس للكلام عن هذا هم الخبراء الاقتصاد. حاجة تانية، ليه تأجلت الانتخابات؟ لما شفنا المؤتمر وشفنا الضخامة اللي فيه وانشغال الشرطة والجيش بيه، ده كانت رسالة برضك توضح إن كان لازم ده يتأجل، لأن ما كانش ينفع تعمل مؤتمر بهذه الضخامة وأنت عندك انتخابات في كل شبر في مصر، فأعتقد كنا نخش في حاجة غريبة جدا مش عارفين نوصفها. فتبقى نقطة تأجيل انتخابات متعمدة أو غير متعمدة فنقطة لصالح هذا المؤتمر. نتمنى بقى كل الوعود انها تترجم، نتمنى الامال اللي حطيناها على الحكومه والشعب بيرجوها من حكومته انها تتحقق في الفتره القادمه. شكرا.